فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع سنن أبي داود وأيضا مع شعب الإيمان، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه ونحاول إن شاء الله غدا الدخول في كتاب الإيمان الأوسط. الحمد لله. أنا أريد أستخير أيضا، أحسن الله عليكم. نعم، بحيث انه ندخل سنن الترمذي مع سنن ابي داود في الصباح، حتى يعني نحاول ان نقترب من انتهاء السنن. هذا سيجعلنا نرتاح بعض الشيء، وايضا نسارع في بعض الكتب لتنتهي، والله المستعان. يهديكم الله وصحبكم. عندنا أيضا كتاب الصلاة، وقلنا أنه أوسع الكتب كتاب الصلاة، باب تمام التكبير. نعم، وروى المصنف بسنده عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران ابن حسين بيدي أو بيدي، وقال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الزهري يروي عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيدي إني لأقرأ بكم أو لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما من الزهري عن علي بن حسين، وأخفق عبد الأعلى عن معمر شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. وفي الوقت شعب عن حسن بن عمران قال ابن عم بشار الشامي، وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة، عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. إذن هنا الأول في صلاته أن عمران بن حسين لما صلى قال: يعني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه صلاته، لأنه قال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي كان أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنه كان أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع فعل النبي في الصلاة مطابقة، لأنه هناك في رواية في البخاري قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: قد ذكرني هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في
في رواية عن أبي موسى الأشعري قال ذكرنا على صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما ذكرنا صلاة كنا نصليها مع رسول صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا. وكان أول من ترك التكبير قالوا عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا احتمل إرادة ترك الجهر، ولكنه كان يكبر، وعثمان بن عفان من أحرص الناس على السنة، وهو خليفة راشد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة. رضي الله عنك أنفس الزكية صلى الله عليكم جميعا عليكم السلام وكاته. رضي الله عنك عائشة عليكم السلام وكاته. ويقال بأن أول من ترك التكبير معاوية، لكن معاوية فعل ذلك من أجل أن عثمان فعل ذلك. وكان معاوية يعني ينظر إلى فعل عثمان ويفعله، ولذلك حمل هذا جماعة من أهل العلم على الإخفاء. وحديث أبي سعيد أيضا كان وينهض من السجدتين كان فيه بعض الإخفاء للتكبير، ويتركون التكبير في الخفض دون الركوع، وهذا ليس من السنة. السنة كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم مع كل خفض ورفع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أيضا. وأما الحديث الثاني أنه كان يعني يكبر عندما يصلي، أو أن أبو هريرة صلى بهم كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة. في النافلة أيضا يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك ولك الحمد، وهذا عندما يعتدل قائما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهذا تمسك به الشافعي وقال بأن السنة أنه من رفع يقول سمع الله لمن حمده، هذا تمسك به لمن رفع أن يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فهذا قول الشافعي أنه قال بذلك، الشافعي يقول بأنه إذا كان مأموما يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد، مع أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الجمهور يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا لك الحمد، أن هذه دلالة على الوظيفة التي تكون للمأموم، فهو عليه أن يقول ربنا لك الحمد، وهو ظاهر صراحة ظاهر جدا فيما استدل به الجمهور. لكن أبو هريرة لما صلى وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقال أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه دلالة على أنه يقولها، لا سيما أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمسألة واسعة والأمر فيها يسير. لكن من السنة كما قلنا أنه يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ويقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين ينزل، ثم يكبر بين السجدتين، ثم يكبر في السجدة الثانية، ثم يكبر حين القيوم حينما يقوم من الركعة الثانية. وهناك تكبير بين السجدتين، التكبير الذي بين السجدتين هل يرفع يديه أم لا؟ ورد أنه رفع يديه، ولكن هذا ليس على التمام ولا على الاستمرار. كان غالب حاله أنه يكبر في مواضع يرفع يديه مع التكبير في مواقع أربعة، حين القيام، حين الركوع، حين الرفع من الركوع، حين السجود الهوي يعني، أيضا حين الرفع من الركعتين. وفي قول الإمام أبو هريرة أنه كان يقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا أخرج البخاري والنسائي، أخرجه البخاري ومسلم أيضا، من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده، ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده. وهذه الصلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حين إلى أن فارق الدنيا. والزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام عن مكحول والزهري ونافع وخلق، وعنه الأوزاعي وشعيب، وعنه الأوزاعي وشعيب بن أبي جمرة بن أبي حمزة آسف ومحمد بن حرب وخلق وثقه ابن معين وغيره.
قال عن الزهري عن علي بن أبي طالب ابن الحسين أي مرسلا، ورواه أيضا مالك في الموطأ هكذا أخبار ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض وكلما رفع، فلم تزل تلك الصلاة حتى لقي الله عز وجل. ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب ابن أبي حمزة كما قال أبو داود. وأعلم أن الحديث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن كليهما، لكن وقع الاختلاف بين أصحاب الزهري، فقال عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ولم يذكر أبا سلمة، وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن، وهاتان الروايتان في صحيح البخاري، إذن له فيهما شيخان، له في الروايتين شيخان. وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة، فذكر كليهما أيضا كما في رواية سنة أبي داود. وكذا قال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذه الرواية في سنة النسائي. فوافق عبد الأعلى عن معمر شعيبا عن الزهري في ذكر شيخيه، وهذا المراد بقوله وافق عبد الأعلى كما قال أبو داود في هذا الصدد. والخلاصة كما قلنا أنه كان يكبر حين يقوم، حين يركع وحين يرفع، وكان يكبر للسجود وبين السجدتين، فكان يكبر وأيضا يرفع يديه. طيب الفوائد المستنبطة في ذلك: فضل الصحابة في الحرص على أن يكون مطابقا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. من السنة التكبير في كل رفع وخفض، هذه سنة لست واجبة. للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمد كما قال الإمام، ويقول ربنا لك الحمد. والدلالة على ذلك ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه أيضا كما قلنا فيها فضل الاتباع، وفضل الاتباع لا يدانيه شيء. لو في أسئلة تفضلوا حتى شعب الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.